إفطار الصائم هو الجزء الآخر من المشروع الذي تم تمويله من مسجد النور والإسلام في بولتون بريطانيا. المشروع يستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة في شمال قطاع غزة لتوفير وجبة إفطار رمضانية صحية كاملة تكفي لحوالي 8 أفراد أو أكثر في شهر رمضان المبارك. المشروع تم تنفيذه من قبل مؤسسة المساعدة الإسلامية في غزة بالشراكة مع جمعية فلسطين للرعاية والحملة الخيرية تكية غزة هاشم باسم مؤسسة المساعدة الإسلامية وجميع العاملين فيها وجميع من استفاد من المشروعين أيتام وإفطار الصائم. نتقدم جميعا بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الخيري والتبرعات الكريمة من مسجد النور والإسلام وجميع أهالي بريطانيا، فكل الشكر والتقدير لهم.